السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في افضل الاحوال ان شاء الله. وانتم ما كتسمعوا لهاد القصه هذه، كنتمنى انها تكون خفيفه على قلوبكم. قصه فيها الكوميديا وفيها الرومانسيه وزوينه بزاف. انا شخصيا عجبتني قصه، ماشي انا اللي كتبتها، القصه الكاتبه اسيام بالمسلم، تحيه لها من هنايا. وكنتمنى انكم ديروا لايك الى عجبتكم القصه، ديروا ليها البارطاج، وما تنسوش التعليق اللي فيه الراي ديالكم في القصه. وشكرا لكم. اللي ما عرف ما يكتب تعليق وباغي يدير تعليق، يكتب كلمه من كلمات ديال الذكر او جمله من الجمل ديال الذكر. الحمد لله، الله اكبر، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، كلمات وجمل اللي هي بسيطه واللي كتقدر تاخذ منها الاجر والثواب. كتكوني عايشه حياتك بخير وعلى خير. كيزنزل لك البعلوك دراسك بشي بلان في شكل ايوانو ديال لا ومالي، وترقي بسطالي نمشي نتقداو بحالنا بحال الناس الهاي كلاس زعما، وانتي بكل قواك العقليه كتبعي وما عارفه راسك فين غادي تخرجي. قصتنا اليوم كوميديا رومانسيه بامتياز. جزر المالديف، شكون فينا ما حلمات شي نهار تزورهم ولو في الاحلام؟ وهذا حال بطلتنا الليله اللي حطات 3 البيع وربحات تذكره باش دوز اسبوع اوتيل جزر المالديف. ولكن العجب في الامر، غتسافر ليه بلا طياره بلا فيزا بلا باسبور بلا والو، غتمشي في الكار. تصدمتوا؟ جاتكم عجبيك؟ ما علينا، قصتنا اليوم كتباتها الكاتبه كما قالت هي بكل حب باش تسمعوها. انا غادي نرويها لكم، كنتمنى انها تكون عجبتكم. هو عاشق الهدوء والاسترخاء والطبيعه، وهي عاشقه للفوضى والصداع والطبيعه، بالنسبه لي حاجه عاديه. ايوا ربطوا الاحزمه معايا باش نتغلقوا في مغامره جديده اللي هي هاد القصه ديالنا. شوبيك لوبيك، انا جن وبين يديك، انتي امري وانا ننفذ ليك. الا ما بعتيش مني راه غنوض نضربها لك واحد النصفه. تفو على زمره كي دايره، كتحط مني المعنويات العوجه. نوض نوض حيد من حدايا، خطفو على كنس شاف فيها وعيبه. ننننن. سي سيري 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 تلعب مع قرانك وماما وهضري معاه، راه غنوض نخبطو مع الحيط. مها من الصالون، عادشي تقاعدي تفطري، راه غيمشي عليك الحال وخلي عليك البرهوش. نات مغوبشة، حطات التلف تشارج وتقاعدات من بلاصتها وصايباتها. خرجات غسلات وجهها وقدات تخربيقة ورجعات مشات مشطات شعرها مزيان وخلاتو مطلوق ولبسات حوايجها. ستايلها في شكل في اللبس، ما هو سبور ما هو كلاس، حوايجها ديما ميكس. لبسات قشرات بيضين، عاد هزات شال لحتو عليها بعشوائية، وشعرها خارج من الجناب كيف ديما. هزت ساكا فيه تخربيقها ومشات للصالون، بقاتهم جالسين كياكلو. امها وعلى سلامتك لالا العروسة، هزات كاس داتاي كتبرد فيه ثلاثة الكيسان. الله يسلمك الزين. شفت فيها خالتها كتاكل الزريعة. سنة سنة ها حياة، نزوجك فاسح ولا محمود؟ سناء. وسير سير بسع مني، الله يرحم والديك. وزيدون سميتي سناء سناء ماشي سناء. سعاد ماما ونوضي لخدمتك، نوضي نوضي هذيك. سناء صبري صبري ناكل. سعاد تاكلي جنابك، راه 12 ونص هادي، باقي لك نص ساعه. سناء جمعت الوقفه. امي صبري داك الخبز ديري فيه زويبيده والحسن مشي يلبس باطي. مع خرجات من حدا الطبله، هي جات جابت الربحه. اي شافت فيها جدا وعوجات فما هنا ولهي. يا ودي يا ودي على القرايه، وما ضرني غير راك خدامه. سنة وقفات كتعرج، دابا هشه بالقرايه الطيحه. الغضفه جداتها بصوت مدعدع بالكاره، سولك انت لا لا الاستاذه. شافت فيها بنظره دم نيسك وحركات راسها كتضحك، ومشات لبسات لي بوت ديالها ورجعت هزات داك الخبز. سلمت عليهم وخرجت كتزرب، لقات طاكسي كيتسناها. ركبات وسلمت عليه بيدها. السلام عليكم بسطوف مصطفى. تحرك. وعليكم السلام. تعطلتي 10 دقائق. سناء كتاكل وتهضر، 10 دقائق ديال الاستراحه. دقائق وقف قدام لاجونس ديال انوي ودعت ونزلات. دخلت كتزرب نيشان البلاصه، لقات شاب اخر في اواخر العشرينات جالس في الكرسي كيدور وطرق الموسيقى. جرات الكرسي، جلست في البيرو وحطات الساك. سناء حييت. السلام عليكم بعدا سيمو. هيتي كنتي كتهزي الحجر مثلا؟ سناء تا سوقك سوقك؟ لا لا واش سوقك؟ ها تعبير مجازي وقلتو تا اش مشى عليك يا على بنادم. سي مغوت وصافي بارك المرض صارت كاسيطه. عوجات فما العياقه كي دايره.
وديها في جهة دارك. المهم علينا، كاين شي جديد؟ سيمون عيطلها في شوراق دوك الفاكسورات اللي حداك جابتهم مدينة اليوم، وقالت لك بدا كيعيبها ويعوز صوتو، هادو اليوم يكونوا واجدين، عاودي الحسابات ودخلي كل شي في الباسي. سناء ناري بغيتها شي نهار تحصلك كتعيبها بربي تدير لك الشوهه. سيمون ما كتصرش ليا شحال فيها ديال العياقه وحاطه راسها ما عرفت فين، وزيدها بندق ديك المسكه وكرهاتني في شي حاجه سميتها المسكه. يا تراها بنت مول لاجونس ينوي. سيمو خدمي خدمي. سناء هزات السيله وآلة حاسبه وبدات كتحسب وكتقيد في نفس الوقت كتهضر معاه وكيقشمو. فراسك جات البارح سعيده؟ سناء هزات راسها اويلي حلف اش قالت لك؟ سيمو جات كتقلب عليك وقالت لك غدا في العشيه سيري بلاصتها بلاصيها من جوج لخمسة هو شكرا مسبقا. سنة لا انا مصدومة اوي غندوز نص نهار في الجحيم تاني. سيمو وما زيديش فيه راه غير عيالات ورجالة كبار غتقريهم وصافي. سنة لا لا يوريك اش كيديرو ليا، عرفتي السمانة الفايتة واحد المرة قلت لها الخبز الفرنسي هو لوبان والمسمن؟ جاوبتني بكل ثقة في النفس لو لابان. اما راجلها قلت ليه اعطيني حيوان ما فيهمش العظام قال لي الكفتة. سيمو شي نهار نمشي معاك. سانا سير نيت بلاصتي غدا حمي مسكسير دوماج عندي رونديفو. سانا كتعيبو عندي رونديفو تا سير 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 سيري صباط كيشلاه بيه لاخر. وهكا كملو نهارهم بالضحك مرة مرة كيقلبو هاشد ليا نقطع عليك. سانا وسيمو صحاب من ايامات الكوليج هو كبر منا بعامين في عمرو 27 عام كملو مع بعضهم تا وصلو لافاك وتما هو قرا عام وخرج بدا كيقلب على خدمة حين سناء دوزات عامين وقلبات تكوين مهني تا شدات ديبلومها ولحسن حظها لقات لاجونس يلاه فاتحة في السيكتور عندهم ودارت بلاصتها. مباشرة بعد شهرين البنت اللي كانت خدامة معاها تزوجات وقدمت استقالتها وداك الساعة دخل سيمو بلاصة وعاودو حياة وذكريات الماضي والصحبة زمان. تعاشات الحشية وضربات الصوت الوقت فاش كيخرجو بزوج جمعو مسائلهم وطرقو البيبان وعاد خرجو مجمعين حتى صولها الفون ديال سناء. الو الغطفة بصوت مدعدع بالكار كالعادة باك دارها في سروالو فينك هاديك الضيعه؟ سناء فيني استغفر الله العظيم وانا جايه علاش اختي اش بغيتي؟ الغطفة قالت لك امك غتصيفط لك ميساج فيه تقضي يعني خاصه ودوزي المرجان تقضيها وما تعطليش راني حاضيك. سناء قطعت عليها آه سبحان الله. سيمو مالك مالك وناريه ناريه ناري زيد 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 قدامي خلص على اختك شي تاكسي المرجان. سيمو بعدين مني انا كنصنع الفلوس وعسياتكم راه تمو لهم ناري سيد سيد معايا. سيمو يلا صافي هنينا على زمرة احسن من صاحبتك صديقي. سيمو وقف تاكسي ركبه بزوج وشاف فيها من الصعيد ايه وتال مدام مستقبلا ما نسمح لك تهنينا في وجودي. سناء بتمياق اخرتك تزوج مادلينا بنت مول لاجونس ولا شي وحده بحالها تنجر وهي تقطع. سيمو فمك لحسو جرو مجهول يا اختي اوف قول عاد بربي الفرق بنادم بحساد شتي انت غتمشي لجهنم ها بلاتي. مول الطاكسي والله يهدي الشباب والله يهدي الشباب كل واحد كيشوف جهه. مسافه الطريق وقف قدام مرجان ونزلات سدات الباب وطلعت عليه من السرجم شتي انت الرجوله بالرب تغدى نجيب لخويا مسمنه فيها الزويبيده والحسن. سيمو بدا كيفرنس راه العز انت بالرب تعشيري. والطاكسي بتساؤل كيفاش الزويبيده والحسن؟ سيمو سناء زعما الزبده والعسل تهلاي ودعاتو مشات دخلت المرجان جرات كروسه وبدات الفون كتشوف اش خاصة تجيب. دات اولا بدانون وبيموات عاد دازت للزيت والحامض وصير كيف ما العاده مايمكنش تعزل بلا ما تاكل. دازت للجهه ديال المعجنات تبعتها الصابون وأوموماتيك وهي في طريقه بان لها لاكلاص شات ليه كتفرنس وكتقلب على ارخص واحد شافت من 20 درهم الفوق قلبات الدوره جهه المعجنات وهي كتنقر 400 ريال الفوق واخا يكون دايرين فيه الكفته ويلي كلاص خصيور 400 كان تلفست في تلقى حداها واحد المراه كتبرقم مرا كبيره في العمر وقفه كتعبد الروز والشعريه يمكن سمعت كلامها وما فهمتهاش فهمت الموضوع غلط. سنة الحاجه ما يمشيش بالك بعيد راه كنهضر على لاكلاص حق ربي حاجه علاه مالو؟ سنة هزات ميكا وجات حداها كتهزها هي خديوشات والشعريه علاه ماشي مغلين وخالتي كلاص ب 400 ريال وكون غا كبيره ولي راه غا صغير تفقص.
حاجه ولاد الحرام كيضحكوا علينا. ايه اصلا لاكلاص ديالهم خايب، لا مذاق لا شكل، ما زوينش كاع. الحاجه منيته بصح يوم شي عند ولدي نقول ليه بلاش، راه صيفطو يجيبو. سارة طالقه عليها، ايه سيري سيري راه غادي يضيعوا في تضيعوا في فلوسكم، هما دايرين الغلمه والزيت والزغاريت، اصلا لاكلاص كيتصايب بالحليب وما تيقول بونا كيديروا معاه الماء. الحاجه هي على سبه، ايه غصه اللي فاتت جابوا لي ولدي ودار لي واحد المشكل، ما عرفت تحشريجه ولا تحرزيزه دارها ليا هنا كتشيل الحلقه. سيمانه ومريضه يا بنيتي. سنه جمعت دوك الميكات وسلمات لها، ايوا هادشي اللي طلع. الا بغيتي لا كلاص شري غير من الزنقه كيكون رخيص ودوريجين، اما هذا اللي هنا غالي وغاميطاسيون. حاجه هزات ميكسه حتى هي، ايه عندك الصح، يلا خليت لك الراحه وشكرا. سناء نهارك مبروك. كل وحده دازت من الطريق وشو كيعبروا. غير سلام مشات الحاجه هنيشه قاصده ولدها لقات وجاي ورجعت وقالت لي سير رجع داك الكلاص راه كيضحكوا علينا. حين سناء كملت طريقها كتهز وتخير داكشي اللي باقي خاصها. نص ساعه وشي دقائق عاد سالات ومشات خلصات، جرات الكروسه مشات جهه الماكله طلبت ليها بيتزا صغيره كانيطه وجلست كتاكل على راحتها حتى كملات وخلصات ومشات تراجع باش تخرج. وهي في طريقها لفت انتباهها صندوق القرعه اللي كيدار مره في الشهر ولا في شهرين. خويا نسولك الخد العامل اللي كاين تما، مرحبا اختي، القرعه شحال خاص تكوني تقديتي اكثر من 250 درهم؟ كتبين النمره ديالك في الورقه ولوحيها هنا. كيتهزوا ثلاثه الناس كل واحد وشنو كيربح. وشنو غيربح؟ هادشي اللي نقدر نقول لك دابا اختي، الجائزه ما كنعلوش عليها دابا. واخا شكرا الله يحفظك. جبدات ورقتها تشوف لقات راسها مقديه 600 درهم والصرف، فرنسات وكتبات نمره ولاحت الورقه تما، حتى هي متامله تربح هاد المره. خرجات وصونات على السي مصطفى جهز معاها الميكات وصلها للدار. داز نهار طاير وجا الليل، الليل يا ليل يا ليل. جويه 9:30 العشاء قرب يطيب، هما مجموعين في الصالون دايرين ام بي سي بوليود. الغدفه متكيه في القدشات تحت الشرجم كتبراها مجوانها مسوقاش ليهم. سعاد وملكة اختها خارجين عينيهم في التلفازة تبعين الفيلم باهتمام، والزريعة ما كتخطاهمش. اما سناء شادة الفون كتخربق فيه. فجأة عندها خوها الصغير اسامة حاس في يدي واحد الضنان كياكل بصعوبة وجلس حداها. عطاني نلعب. سير 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 لعب حتى داركم. اسامة راه ترحم والديك. شافت فيه سناء مخسرة وجهها، سير هز معايا القاز ما راهش كتاكل بصبعك، واش مريض في مخك؟ لا اسامة ويقلز لها، الصبع راه فيه البنة يتقرف ضو تي مالك؟ قنزلات فيه، لا تقليزة الحمار الاخر انا غير وريتك البنة. الغطفة وهنيونا ضربوا الطوم وما كيخنزروا في بعضهم. نات سعاد عمرات زلافة بزريعة ورجعت تاني كتفرج. شوية نزل شاب في اواخر العشرينات لابس مرياح وشاد الفون كيت ميساجة، وقف على الغطفة وقال شي قال الله يعفو علينا وعليك. الغطفة كيشري لي بواك، سير 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 الله يسهل لك اوليدي سير عند امك. مالكه فاتح نزوج لك سنه. شاف فيها انا راه محمود ماشي فاتح، وزيدو راني مصاحب هما حيت فاتح ومحمود توام. شافت شيرات عليه بجلوف الزريعه كتقول فيها وجهك احمر الله يمسخك. جا جلس حداها شي 10 دراهم الوالده ترد عليك فاش نتزوج الله حافظك. مالكه فين غادي بعدا؟ عند عروستك المستقبليه. مليكة ليات يا كاود الحرام، انا نعطيك الفلوس وانت تخسرهم ليا على الخوين زاس ما حشمتيش وكتليح فيه. محمود ويبوس لها راسه، عافاك هاد المره 20 درهم وصافي. مليكة يلا قلتي يلا قلتي 10 درهم غا اري 20 يعوضك سيد ربي. جبدات عليه كتنكر غضبات لها راسها هي وسعاد والغطفه ونتفس انا وقرفد اسامه عاد خرج مخليهم كيعايروا فيه. نط مليكة جابت العشاء وجبوا كياكلوا. سناء كل تفكيرها مع القرعه كتمنى تربح حتى هي. تخرات هي في الماكله هما بقاو كياكلوا. رجعت للدور سعاد خارج مع الطبله يغسل الماعن. مالكه تصبحوا على خير. الغطفه طفاه تفضل. سناء ايوه الله يخليها قاعده. اسامه الرعد خنزلت فيه وناضت تدمر كتجمع الطبله وكتنقر في خاطرها. بعد مونتاج معات الكوزينه وطرفاتها وطلعت كتنحس. يلا حلات باب بيتها تحل باب اخر يخرج فاتح كيبسبس عليها. بس بس اجي نقول له اجي اجي اجي. سنة فهمت اش كاين فين امك؟ امي امهم امي في بيتها، امك في طواليت وجدك شادة باقي ما سالت ليها الكهرة. فاتح بدي كان اخوك عزيز عليك ياكي؟ سنة لا
شوفي سلفيني غير 50 درهم. شنو هو 40 درهم؟ خويا تخرج في عينها. زعما 30 درهم؟ 30 كاملة. صافي راه 20 وردتها لك فاش تزوج خويا. قهرتوني انت وخوك. تسنى تسنى فاتح العز خلات جبدات لي 21 درهم وخرجات ليه. شكرها ومشى كيتسلى تبع خوه. دخلت ثاني البيت جبعات شعرها طفيرة خفيفة ومشات ناس. صباح جديد، احداث جديدة. نتسانى على انغام طلب الاندلسي من حنجرة خوها الصغير اللي ولف كل صباح مع العشرة كيجي يصدها تخربيقو تتفيق كتعير فيه ويهرب ليها. دارت تليفوني تشارجا ومشات للطواليت قدرت تخربيقها ورجعت. بدات حوايجها اللي غتلبس وعاد نزلات. قاسهم في الصالون كالعادة حاطي الفطور. صبحت عليهم وقلتات دراهم عادية كأي دار مغربية. من زوج طبقات وسطح. الطبقة الأولى فيها جوج صالونات وحد صغير كيجلسو فيه وقعد ناس فيه الغطفة ومليكة. واحد آخر كبير شوية بصدود الضياف عاد كوزينة وطواليت أوتوش. أما الطبقة الثانية فيه بيت صغير لسانة وبيت كبير لفاتح ومحمود وبيت متوسط لسعاد وأسامة. عاد طواليت وسطها دوش وسطح. جبحات طبلة وعاوناتهم شوية في شقة في الكوزينة. عاد طلعت لبست حوايجها لبسة أنيقة في الغوز بارد وهزت ساكا والفون وخرجات بعد ما سلمت عليهم. طلع لها أسامة من السرجم. أجيبي ليا معاك بولو أختي يا الزوينة. سامة تقولو هذا كملات طريقها كضحك ومشات باتجاه المدينة. كتقدا شي تويشية تلاها تمشي للمدرسة. وهي في طريقها تبعها واحد صحاب تشاوتشي نميلو من طيحو شاع الشاري. كل مرة كيبسبس ويلوح لها كلمة وصور وكتعايرو. مبغاش يعطيها تيسا ومازال زايد في سان رفزة. ودارت يدو عندو طلع لها زعاف. اش كاينة بنادم الغوز والبوز والعشا بالروز اش بتشينيا بغيت نمرة. سير عطيني تيسا شي غاطيني ما يخصك ما يتشخى يا رزين ديالي. شمس قهراسة وهاد خينا باينة ما غيعطيهاش تيسا. شافت عياد ويفتت عليه النمرة ديال فاتح. سنة يلا عطيني تيسا. هو بدا كيفرس لحافظك لي يا حبي ان شاء الله يراك غايب لمرايا. بقى واقف حاضيها حتى دخلت المحل. عاد مشى بحالو فرحان بالنمره. بقى واقف حاضيها عندها حتى دخلت المحل. عاد مشى بحالو فرحان بالنمره. دوزات نص نهار غير في الدوره نشري هادي وتحط هادي. توصلت وقيتات الغدا دات لواحد السناك كلات داكشي اللي قسم الله وخرجت. صيفطات ميساج لمصطفى 10 دقائق وصل عندها. وصلها للمدرسه مشى هو دات التقضيه ديالها لدارهم. كانت مدرسة صغيرة فيها زوج أقسام وطواليت وحد المحاربة الأمية والقسم الآخر كتحط فيه الأستاذة حوايجها وتبات فيه. وحيت ما كاين لا موديل لا والو فاش يكون عندها شي شغل ضروري كتطلب صنع كتجي تقريهم بالهصة. حطات ساكة بعد ما لقات عليهم السلام. كانوا 3 رجال وربعة العيالات. هزات الرجيستر محطوط أما باش تعرف شنو خاصة تعلمهم اليوم. صنع إذا اليوم أنا أعطيكم الحروف وأنتم تعطوني كلمة كتبدا بداك الحرف. صافي الكل حاضر. سناء دواحة حاضرة. اعطيني كلمة بحرف الألف. دواحة يا ناري. سناء بنظرة منيتك هذه كلمة. دواحة ومالك كي جاتك. سناء غمضت عينيها وتنفسات بعمق قالت فهمت ما غاديش نعصب. صافي سناء كلمة ما تعصبيش. سناء سجلالي ما هو كلمة بحرف الباء في الاول ولا في الاخر وين فين ما كانت. باراج مسحات على وجهها. يا ربي عطيني الصبر. جلس بلاصتك. فاتحه ها هي استاذه كلمه بحرف الميم. فاتحه بدات كتفرنس. امك سناء لالا فاطم. لالا فاطم حاضره. سناء كلمه بحرف الميم ماركيز. سناء شهيق زفير. صافي ستني ما تحس بشي. هالينا عشوشة. هنعامة أستاذة كلمة بحرف الكاف. كابيناتون. سناء تفقصت مزيان. يا ربي مع من أنا. سلمعطي حاضر. سناء أعطيني جملة مفيدة. ممنوع الكريدي والرزق على الله. سناء سلحسن كلمة بحرف النون. ناموسية. دواحة كلمة بحرف الخاء. دخلت هذيك اللي ما كتذكرش. سناء ويلي 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 على فقصي. عشوشة حاضرة. سناء جملة مفيدة وأول كلمة فيها تكون بحرف الشين. عشوشة
شقوفه مبرومين بنيتي دوحه راه جوال اللي تيكون مبروم اخويتي ماشي شقوفه عشوشه والسبسي ولا فاطمه جبداتو ها هو السبسي اخويتي صلاه ويا الضرب في الطبله وهنيونا لاله فاطمه حيدي السبسي الله يحفظك السر لاله فاطمه ما نبقى شاريه عليا باش نحيدو غنطفيسل للسراحه ونشعلو بدات الريجيستر تاعني كتشوف شنو كاين قررت بدات تسولهم اسئله ثقافيه زعما فتيحه شكون اللي سبق الارض الدجاجه ولا البيضه فاتحه البيضه سناء ومنين خرجات منين غتكون خرجات ابنيتي سناء زيرت سنانها بغيت عشوشه حاضره حيوان ما عندوش سنان جد الله يرحمها طفح الكيل سدات الريجيستر وقفات عليهم يلا نوض 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 لديوركم لاله فاطمه تي مالك زربانه وما مازال ما قريتينا ما والو استاذه سنة عندكم عطله غنوض عشوشه وصلني عفا بنيتي راني دايره رانديفو نوضتهم كاملين الحاجه نوضي نوضي الله يهديك نوضي جمعوا ادواتهم وخرجوا هزات ساكته هي وخرجت نيشا باتجاه دارهم في الطريق تلقات سيمو وصاحبته كياكلوا حمص بالكامون مشات جلسات معاهم شويه وكملات الطريق لدارهم بسخسخه باغا امتى توصل باش نحس دازو ايام اربعه ايام روتين هاد سنة كتمشي كتخدم وترجع تدوز باقي وقتها في الدار وتنسات القرعه كانت جالسه كتخلق في الثالثه طلع عليها واحد السيد ودخلت كتشوف شنو فيه لقات انه اللي كيحط فيه شي حاجه تباعت اقل من اسبوع ودار خمسه الاشهارات للسيد ديالهم كيدخل معاهم القرعه سنة نحط الغدفه لا لا نحط خالتي حسن باش ما تبقاش شبعاني باش تزوج ليا ولادها بلات كتضحك على افكارها السخيفه لبسات صندالته ونزلت عندهم كانوا مجموعين في الصالون ملكه سنة نعم نزوج لك محمود ولا فاتح يا ربي تصبرني انا ما غنزوجش بولادك مالكه غتسناي اصلا انا كبر منهم بعامين وانا باغا شي واحد يكون هو اللي كبر مني مالكه عوجات فمها سيري سيري اخرتك يديك العربي مول الحانوت سيري ما دارش بعسقات اختي حسدتيني الغطفه هني ونايا سنه جيب لي هذيك الطفايه الله يرضي على بنتي سنه ناضت باش تجيبها لها الرضا والطفايه سبحان الله حطات عليها مشات حدا الشرجم باش هداها جوينها جات سعاد حطات ليهم القهوه وكيكه صايباتها سناء دخلوا التوأم بزوج واسامه اللي كانوا خارجين ولصق فيهم غسلوا يديهم وجاو جلسوا معاهم مضربين بغرفه لا فاتح سول امك سعاد وما لا ما تسول امك ثانيت محمود يلا تلقى لها مالكه سناء انت ما خداماش ناكل ونمشي اسامه ديني معاك حميتك تمشي تبعد مني لا اسامه سيري هي المسمومه العوجه العوجه هي امك سعاد شيرت عليها بمعلقة حاشاك كبرت العوجات ناضت كتحك في يديها أنا الله يدا كاع خليو ليا حقي تنجي في العشية محمود حقك جهنم جنة زعما طلعت دوشات بالزربة وبثلاث حوايجها هزات مسائلها الشخصية وخرجات كتزرب وفي نفس الوقت صيفطات ميساج لمول الطاكسي باش يجي عندها دقائق وكان قدام الباب ركبات ومشى بها نيشا لاجونس لقات سيمو يلاه وصل حتى هو سالمو كل واحد شد بلاصتو يلا بغات تبدا خدمتها ويصون الفون رقم ما مسجلش عندها وي شكون معايا السلام عليكم مادموزيل سناء العبدي سناء باستغراب ها هي شنو كاين من قديم كنتي شاركتي في القرعه اللي كينظمها مرجان كل 3 شهور مبروك عليك اسمك مع الفائزين في هذه القرعه سناء بصدمه حلف حلفي قولي والله تربحت والله تربحتي ممكن تعطيني عنوان داركم باش نوصلوا لك الجائزه ديالك سناء واخا عرفتي شارع 10 الدار رقم 9 مهم فتات عليهم العنوان ديالها راه باباك حل داكور مدروزيل شويه وجائزتك توصل سناء واخا شكرا اختي قطعات عليها مامتي قاش راه ربحات ديك الساعه كتنقز بلاصه وتغوص مخليه سيمو غيرم مش ما فاهم والو سيمو شي لهم ولا مهم ولا بسكري ورجعوا للعرك تيرتي سناء بفرحة ربحت وين ربحت ربحت في القرعة ديال مرجان مازال ما تيقت ناري ما تيقاش شدني السخفة سيمو شنو ربحتي بعدا ما قالت ليش شوف بالرجولة بالرجولة خدم بلاصتي اليوم انا غنمشي نشوف اش ربحت حتى شي نهار نعوضك الله يحفظك ليا الله يحفظك الله يحفظ لك صاحبتك قبل ما ينطق هزات ساكا وخرجت كتجري اول طاكسي لقات قدامها ركبات فيه ما هبطت ما بطا على غير امتى توصل دقائق وكانت قدام الدار نزلت من الطاكسي كتجري
مع نزلات حر كم يوم بيض كبير من قدام دارهم، مشات كتجري حلات الباب مبتسمة. ما علم حد داكشي محطوط وسط الدار، بدات الابتسامة كتحول صدمة. اش ربحت؟ لغط في حيطة القارون في خد دخان فوشة. ثلاجة بنت سعاد خسارة، بضرني غير قارية وكتخدمي جايبة ثلاجة. ايوا دخلي 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 عفا من زعفا بنيتي. بردي الصدمة. سناء بعدم تصديق، اه ثلاجة ويلي حلفي من الله. فاتح داز محدا كيضحك صدمة قوية طيرة را را را. بقى غا كتشوف شات البكية والصدمة والحقرة كلشي تخلط عليها. لحت ساكة وربعت في الأرض كتشوف ديك التلاجة توقفت على ملكة كتاكل زريعة. طلعي ديك التلاجة لبيتك عفا بنتي، الكوزينة فيها جوج تلاجات ما كايناش البلاصة. سناء ديك التلاجة غنحرقها. علاش اسيدي ربي علاش؟ جمعت الوقفة وطلعت محصبة بثلاث حوايجها. كتفكر في ديك التلاجة اش غادي دير بيها. فجأة تفكرت السيت اللي شافت الصباح وصعت عينيها بفرحة وهزات الفون. نزلت الطيارة كتصور فيها. طلعت ثاني وبدات كتقلب عليه باش لقاتو، ودخلت ليه بالفيس وسجلت المعلومات ديالها وحطات صور ديال الثلاجه وكتبتها ليه للبيع. طلع لها ميساج من عندهم كيخبروها باش تدعمهم بخمسه الاشهارات. وداك الشيء اللي كان دات الاشهارات ونزلت جمعت تليفوناتهم كاملين بربعه ودخلت للسيت ومشات دعمات منشورها باش يطلع لكل شيء. وصلت لسيمو. سيمو اش ربحتي؟ صنع بحسره ثلاجه. سيمو بصدمة، من نيسك بدات كتغبن. ويه واش غديري لها دابا؟ غنجيبها ليك كادو فاش تزوج مادلينا. الله ينعل تواصلك. هو في لقيت واحد السيت كيحطو فيه داكشي يتباع، واللي تباع باقل من 50 كيدخل القرعة. دابا بالرجولة نبارطاجي معاك السيت تدخل ليه ودعم منشوري. وسيمو واش غندير؟ مالك الاخ، اصيفط لك اللين ودخل البوست ودير شي كومنت ولايك وشي اشهار وطاقيني وشكرا مسبقا. سيمو بعد تفكير لقيت لك الحل واقيلا. صنع اللي هو واحد السيد تنعرفو بغي يشري ثلاجة، نعطيك نمرتو. لا 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 لا، صفت ليه السيد وقول ليه راه واحد السيدة حاطة ثلاجة بقى جديدة للبيع باش نربح وندخل القرعة. اها صافي. اه شحال بغيتي فيها؟ 120,000 ريال. نعم 100. ما سمعتكش. اوف 85,000 ريال، والله ما نقص واخا تولي اسمك. سيمو يلا صافي يلا طلعي نهضر لك مع السيد. العز بعد مرور 3 ايام. دازت 3 ايام تواصل السيد مع سناء وتفاهم على كل شيء، وهو اليوم جاي ياخذ ثلاجته وعطاها فلوسها كاش. دخلت للدار فرحانه بهم ودورات مع مالين الدار كاملين، وداكشي اللي بقى ليها خدات 10,000 ريال خلاتها عندها، وشي الاخر عطاته لماماها تخزنهم ليها. وطلعت كتجري تشوف واش وصل شي ميساج، وفعلا لقات اسمها دخل القرعه اللي باقي نص ساعه وغيتسالن شكون ربح واش ربح. نزلت ثاني عندهم وجلسوا مجمعين في الصالون. شاف اسامه فيها وقال شنتي عزيزة علي حقتي ربي، تي واحد الاخت مميزه ليس لك مثيل في الدنيا ابدا 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 اختي الزوينه. فاتح اللغه العربيه في عيد المفقودين. اسامه تسير اش كتعرف العربيه كالاخ؟ فاتح غنوض لك غنوض لك وغنوريك. أسامة وما هلك تصحابني خايف منك؟ تحرك بلاصتو بحال نايض ليه. طار أسامة من بلاصتو كيجري جهة الغطفة ديال الله بغات تسد جوان. صدق ضارب لها يديها تشتت داكشي فوق الزربية. بقات كتشوف فيه بصدمة كيما هو كيشوف فيها بصدمة. في التالي بدا رجع بشوية بشوية اللور. يلاه دار باش يهرب، عارف كي دارت ناضج معاسو بنص تهزو بالضحك. هو مرضاش بدا كيبكي. عطنات لي سنة نقاتو عندها وداتو الكوزينة كتهضر معاه باش ضحكو وعطاتو دانو لها درجو. حطاتو في الصالون وطلعت مني زنزن التليفون لقات رقم ما مسجلش عندها. بلعت طريقة ببطء وجاوبات الو مادموزيل سناء العبدي؟ ها هي انا، شكون معايا؟ مبروك عليك، تبغي نبشرك انت اللي فزتي في القرعة ديال السيت كذا كذا كذا. سناء بلهفة واش نربحت؟ صدقي انا باش دوزي اسبوع في اوتيل جزر المالديف. سناء بعد التصديق اه نعم جزر المالديف حلفي نالي قولي والله. راه صيفطنا لك تذكره في الايميل ديالك، عندك يومين غتجمعي حوايجك وغتجي لهاد البلاصه باش نتلاقاو في الرحله انتي والناس اللي ربحوا هاد الشهر تاهما. نهارك مبروك. قطعت عليها مخلياها في حاله صدمه فرحه عدم تصديق. ما تيقاش راه بصح غتمشي لجزر المالديف دوز سمانه. طرت جهه طارت كضحك تنقز وتعنق بدات كتجمع في حوايجها تلف ليها كلشي ما بقات عارفه ما دير. صيفطنا لك تذكره في الايميل ديالك هاد الجمله اللي كتردد لها في راسها.
بقات هكاك كل ما هو ديال الصيف او البحر خشاشه في ديك الباليزه، نزلت حتى الكاش والطربوش وعاد ثلاثه لبيسات صيفيه ديال الخروج، نزلت عندهم فرحانه وتسناتهم حتى جمعوا في الصالون كاملين، عاد قررت تخبرهم. سان هزات كاس وضربت فيه فوخشات، انتباه، شافت فيهم كاملين وشافوا فيها ملكة ملكي بكل تواضع. غنمشي يعني لجزر المالديف. سعاد شنو هما هادو؟ سناء القلوب كيخرج من عينها، واحد الدولة واعر فيها البحر واعر. فاتح متأكدة؟ سناء ياس. محمود وكدرتي؟ كنت كتعاود لهم على التلاجة اللي تبعات في السيت وكيفاش ربحات. هذا مكان. فاتح بالرجولة، عطاني هاد السيت نحط فيه محمود ضرب حسنة شي تسافيرة. محمود هو يقرفضو، حط امك. فاتح وتصريح، امي هي امك، قالك انا اللي غنحطكم يا ولادي، راكم كبرتو تبارك الله، ما تعرفوا نربح شي حاجة نغسل تعظيماتي. فاتح وتخيب ولادك، مالكة امتى ولدتكم اصلا؟ ما كنعرفكمش. الغطفة، سبحان الله. سالي وغزبه غنمشي الصميرة لجزر المالديف وغادي يرجع. أسامة جيب لي شوية ديال الرملة ديالو محمد يمسك. سنة واخا. سعاد دي معاك شي بوديزة وجيبي لنا الماء. سنة ومالو ديال زمزم؟ ها ويلي. فاتح خوك انا دير لي شي دي كاس من تما. سنة واخا. محمود انا جيب لي شي قنبولة من تما. مالك تفرقع عليك محمود ولا زعما شي قوقة توتوزة. فاتح انا بغيت تجيب لينا شي جوجات الغطفة، هو الا بغات تخدمكم مثلا. فاتح باش الا ما صدقات هادي تصدق هادي. أسامة وشوفي ليا معاك اختي شي وحده مطرفه وعينها زرقين. سعد لي عاتو تسكت راه باقي صغير دا في قرايتك. أسامة بدا كيحك في القرصه، وبغيت نكمل ديني مشي تيتيز. سعاد شحال في عمرك؟ أسامة 8. مالك كملتي النص الاول بقلبك غتاني؟ أسامة ورا بديت نصلي مالك؟ هكا بقى كل واحد يقول لي جيب لي هادي ما تجيبش لي هادي ديري لي هادي. وصل الليل وجمعوا على طبلة العشاء، كل هضرتهم على جزر المالديف والغطفة كدور الدور. توصيت انا ترد بالها في الطيارة. دازوا يومين بسرعة البرق، وها هي اليوم سنة واقفة في البلاصة اللي عطاوها. لقات بعض الناس واقفين تهما بمكانهم كيتسناو. شو حساب ليهم الكار وقف حداهم مكتوب علي اسم الموقع اللي تابع ليه. تبعت الناس حطت هي لا كارت ناسيونال ديالها، خداو لي زانفو اللي خاصهم وراتهم هذاك الشيء اللي كاين في التالي، عطاتهم الفاليزا وطلعت ركبات بلاصتها. كانت الساعه 7 ديال الصباح، عنقت ساكة عند الغمضة عينيها تنعس من ما وصلوا للمطار. وصلت 12 ديال النهار، وقف الكار في واحد ستاسيون باش ينزلوا يتغداو على حسابهم. جمعوا في طبلة وحده وحطوا لهم الدجاج محمر والمناضة، كياكلوا بسكات من غير اللي كيعرفوا بعضياتهم، من غامسين في شي حديث. كملوا وجمعوا الوقفه وتفرقوا، اللي مشى غسل راه مشى، واللي دخل الطواليت راه دخل. خلى ليهم 10 دقائق عند كلاكسونه باش يجمعوا وركبوا ثاني، وداك الساعه كل واحد شد جوج بلايص تكا فيهم. جبد التليفون هضرات شويه مع دارهم، وفي التالي دات الكيت ونحسات حتى هي. ما في قوا غير يدين ديال شي مراه كتزعزع فيها، قالت ليها راه وصلوا. نط فرحانه مع خرجات برا الكار، ضربها واحد السميق اللي تكورت في راسها. اح البرد في المطر، اح بلاتي بلاتي. رجعت خرجات وبدات كدور حينها بصدمه على البلاصه اللي واقفه فيها. كيبان لي غير الجبال والطبيعه، عاد واحد الاوتيل داير به الثلج وفيه الضوا بزاف مكتوب عليه اوتيل جزر المالديف. ما فهمات والو. اويلي فين انا؟ وقفت حدا عمرها سمعتها وقالت مرحبا بك بنتي في اوتيل جزر المالديف، هاد الاوتيل جا في هاد الجبل علام الزينات يا بنتي، كنت شوفي الواد اللي دايز من حدا نقي ازرق تشوفي فيه وجهك، وداير به داك الحجر الابيض داكشي بس ما اوتيل جزر المالديف. سنة مصدمة، حنا في المغرب؟ المرأة لا في الميريكان، وراه باينة المغرب على مشيتش راية في الاوتيل. بقات غا كتشوف، صدمة كانت قوية بالنسبة ليها، لسانها تعقد تشلل ما عرفات ما تقول. شافتهم تيدخلو تنهدات وفجرات باليسة. انا الله دي يا حمادي، واللي ما عنده زهر ما عنده تفخلة ضربو. دخلت كتخبط برجليها، فجأة وقفت بلاصة مخرجة عينها بصدمة، فور ما تفكرت الحوايج اللي جابت. عويلي وحدي جايبة غير لبس الصيف، عويلي على شوتي. من الطريقة كتغبن توقفت في الغيسيبسيون، لفت انتباه الناس بزاف واقفين وعلى ملاحم بيحهم عدم الرضا. ما فهمتش اش واقع، حدات شويه جات واحد المراه هي نيت اللي هضرات معها في الاول وسولاتها
خالتي اش واقع؟ المرأة قال ليك تفرقعوا عليهم القوادز ديال الماء في بيوت، بقاو غير 10 اللي مصابين. سنة ايوا شنو المعمول؟ غيديروا 3 في كل بيت اللي كيعرفوا بعضياتهم راهم فقط، والاخرين راه غيقسموهم. اويلي والتسافيره زينه هادي. المرأة صغرت فيها عينها، اجي فايت لينا تلاقينا. سنة والله ما عرفت، سنة جاني وجهك مألوف فايت شايفاك. المرأة انا سميتي الزهرة وجيت مع ولدي. متشرفين خالتي، انا سميتي سناء جيت غير بوحدي. الزهرة بعد تفكير، صافي اجي حدايا انتي جلسي معانا في البيت، راه ولدي داخل سوق راسو ما يهزش فيك العين، حاضيها هو غا الطبيعة والنباتات. سناء بتردد، بصح ايه ومالين بنكذب عليك؟ لا لا حاشا، صافي واخا شكرا. تفكرتك بلاتي بلاتي، تي اللي تلاقيتك في مرجان وقلتي لي ما تاخديش لا كلاص. والله عقلت عليك، وصدفة زوينة هادي. قاطعهم صوت احد الموظفين اللي عطاهم لاكار ديال السويت تاعهم، هزات باليسها، هزات صاك ديال المرا وطلعت سبقات عاد تبعت الزهره. وصلوا قدام الباب، يلا بغات تحل حتى وقف عليهم شاب في الثلاثينات عاز في يدي بحبق صغير فيه ورده وساكادو. هارون وليدي جيتي على سلامتك، هادي سناء غتجلس معنا في البيت. هارون عقد حجمه وقال مرحبا، غا ما تقيسيش ليا محبقي يا اختي. سناء كترمش واخا. الزهرة يا تمالك تخنزر في الطفلة، قول لها السلام بعدا. هارون مدلها يدي، السلام عليكم، معك هارون سلامات. قاطعاتو ايه ولد المخسر سلامات ابو البنات، ويجمع يديه وتبسم في قوس على القمعة ديال اليد. لا ما كنعرفوش. سناء شافتو جمع يديه ومدات يديها، جرات يديه كتسلم ابتسامة غبية. عليكم السلام، معك سناء العبدي موظف في اجونس ايمي. هارون متشرفين. الزهرة يلا دخلوا دخلوا دخلوا. خلاص حلت الباب ودخلت سناء، جرى الباليزة والساك. دخلت الزهرة، عاد دخل هارون اللي مشانيش نحط المحيبق حتى تسرجم ورجع جلس فوق الفوطي. كانت نواسية كبيرة ديال 3 نعاز وجوج فوطيات. شافت فيه مو قالت عافا وليدي، لاقي دوك جوج فوطيات ناس عليهم وحنا العيالات غنشدو الناموسية. هارون ومو مراسو واخا واخا، دخل بدل عليك ولا خرج نبدلو حنا عافا وليدي. هارون تنهد ونعد، غنخرج نهضر في التليفون. واخا يرضي عليك المرضي. خرجوا خلاهم بزوج، ابتسمات بسهولة على طاحتو لمو. في هاد الزمن ولات كلمة الابن اللي كتمشي على الام الا ما رحم ربي. شافت فيها الزهرة وقالت بدلي خلاص دابا يجي حتى هو يبغي يرقد. سنة بدات كدور هنا، ما لقاش عندك شي كولون سخون؟ الزهرة ومالك جايب الحوايج؟ واخا شي قصة طويلة. زهرة تموت في الجموع، جبدات ليها كولون وتريكو وقالت شدي شدي لبسي هذا وزيدي عاودي ليا، ديريني بحال مي مسك. سناء فرنسات وبس لها راسها. يعطيك الخير خالتي. الساعات تشير الى الثانية ديال الليل. هارون مسكين في القنت جهة الحيط بعيد عليهم، خاشي راسو تحت الوسايد حيت زوينات الزوينات ديال السميه حلفو لا يسكتو. سناء كتعاود ليها كي دارت ساجت لهنا، والزهرة جبدت حتى هي الحمص وكاوكا وكياكلو بزوج. هضر معاهم ما مرة ما زوج، سيسكتو دقيقة ويرجعو خش 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 خش، ياكلو ويهضرو بديك بشوية زعما المجهدة. الزهرة تقاولبتي. الله يلا تقاولبتي. سناء وين نسحب راسي غنمشي في الطيارة. الزهرة كتسولها غير بالفن، وقولي لراجلك يديك في الطيارة دوزو شهر العسل. شتي فين هو الراجل بعدا خالتي؟ مازال عازبة. سناء بدا كيجيها النعاس. وشحال في عمرك؟ 25 عام. ما عندكش صاحبك؟ يا ويلي بغيتي الغدفة طويني على 4 مثلا. واش فيه الا كان عندك صاحبك؟ بدات كدور عينيها بدا كطلع، غتكونوا غير اصدقاء وصافي. سناء اصدقاء وصافي، كضحك عليا. الزهرة ايوا كون جيت فيا ماتي مع مولاي عابدو. سناء خرجت في عينيها كنتي مدلولة خالتي. الزهرة ايوا فاش كان يغضب كنت نحزر شوية، ولكن غنصالحو دوز يومين نتعفر ليه تنجمع كرامتي تاني. سناء يحيى الدل. هارون واش ما غتسكتوش؟ الزهرة صافي صافي وليدي غنهز حنا ساكتين. سكتو دقيقة ثانية ورجعو يهضرو. الزهرة دابا تي ساكنة مع امك وخالتك وجداك؟ ايه وخويا ولاد خالتي بزوج. شحال عندهم؟ شحال في عمرهم؟ صغر مني بعامين بزوجهم اتوام. وما ناويهش تزوجي شي واحد فيهم؟ اوي لا راه بحال خوتي وزيدون، كل واحد فيهم صاحبتو. وتي فين صاحبك؟ وهذه المرة العاشرة خالتي اللي غنقول لك انا ما بصاحباش المصاحبة، وانا ما نتلاقاوش، ما عنديش صاحبي، صاحب ما عنديش،
لن ولم ولن 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 أتصاحب، فهمتي خالتي؟ زهرة عجباتها سناء ونشوف الأولى وحتى صلاة العين. الله يرضي عليك، وعلاش نتوما ساكنين مجموعين وفين بوك؟ بابا الله يرحمه مات فاش تزاد خويا الصغير أسامة، ورجل خالتي خدام برا في إسبانيا، كيبقى تما 6 شهور ويتجوز على 6 شهور. الزهرة الله يرحمه، شكون كيصرف عليكم؟ ماما باقا كتشد نص الخلصة ديال بابا، وجدتها هي باقا كتشد نص الخلصة ديال جدي، وعندها واحد المكازا كبيرة كريال واحد مول الحوايج، وراجل خالتي تا هو مهلي فينا، وانا خدامة في اجونس ديال انوي. ايوا الله يوفقك يا بنتي، عزيتي عليا ودخلتي ليا لخاطري، تبارك الله تبارك الله على اللي رباك. سناء فرنسات الله لا يخطيك يا خالتي. هارون عيني حمرين ومعسلين بالنعاس، وصافي يا خالتي صافي، ناسي ناسي، الله الله يرحم مرباك سنتي، وسنتي نحسي الله يخلي لك خدمتك، الله يخلي لك خدمتك لما ناسي، وسكتونا الله يرضي عليكم. سناء والزهرة صافي واخا، غمض عيني وغطى راسو بالمنظر، يلا بدا يشد فيه النحاس ويسمع التخرشيش ونضيق ديال الحمص، غمض عيني فقوس وسد ودني. صباح الصباح أحداث جديدة، حلت عيني على صوت شي حاجة طاحت في الأرض، غادت كتحك شعرها وكتعوج في وجهها، بقات البلاصة حداها خاوية وتهارون ما كاينش بلاصتو. ناضت جبدات فوطة وشي تاو دونتيفريز، حلت الباب الطواليت، يلا غتحيد سروالة ويهضر مع هارون. شاش كديري؟ قفزات زيرت على سروالة، تلفتات عنده مخرجة عينيها، مع شافتو هكاك زبط يلا قال حوايجو كاملين، زادت وسعات عينيها وعطاتو بالظهر. ويلي اش كدير هنا؟ هارون عليها بالدار تا هو، كنصبر فيه ساعه تاكلي، ما كتعرفيش تدقي، ما كتعرفش حتى تدوي الساقطه. هارون علاه كون كانت غنخليها سهله، وديك الساعه ديال لافي تقدم ذهب ولا دير غا الكراطه تدفع بها الزمر. هارون ودابا خرجي الله يرحم باك اختي. سهله في الباب زعما واه صافي وهلو تفوقع، يلا بغات تخدي خطوه تحل الباب، دخلت الزهرة وسات عينيها فاش شاتهم بزوج وعريان وهي شالقة على سروالها. الزهرة ايش كديرو يا المساخيط؟ هارون وسناء ما تفهميش غلط. الزهرة اوكي اوكي، فوق الناموسية جالسين بزوج وقدامهم واقفة الزهرة كي العسكري، مرة تشوف فيه مرة تشوف فيها، وما بزوج كيحاودو شنو وقع وبلي راه فهمت غلط، ولكن هي عندها رأي آخر. الزهرة ما اقتنعتش. هارون تنهد، وباش اقتنعتي؟ دابا هادشي اللي شفت اليوم عطاو جوج تفسيرات وواحد منهم اللي صحيح. هارون وسناء اللي هما تفسير رقم واحد، يا اما انتي يا بنيتي ما لقيتينيش ودخلتي على وليدي لقيتيه بوحدو ومشيتي باغا تغتصبيه، وملي دخلت انا كنتي ناوية تحيدي السروال. سناء بصدمة هاويلهي. الزهرة تفسير رقم جوج، يا اما انت يا وليدي ما لقيتينيش وحيدتي حوايجك ودخلتي على البنت اغتصبها وهي دفعاتك، ومني دخلت انا هزات سروالها حيت خافت منك. هارون صدم اكثر، يا ربي صبر. الزهرة دابا هي دخلات وما شافتكش داخل، وانت كنتي عريان شافت ممتلكاتك وهي حيدت السروال وشفتي ممتلكاتها. هارون قطع بعصبية، وما شفت والو يلا بغات تحيد وحبستها. الزهرة يا كاش لاهبي كنتي كتمنظر غا شفتيها دخلات صحيح وخفتيني نجي نحصلك تقول لها هزي سروالك. سناء وهتين على الشيطان خالتي. الزهرة سكتي هذيك العوجة، خاتي غا شفتيه زبط بغيتي تمنضري، سمحي لي جاي عاد درتي ملي شتيني وشديتي سروالك. شافوا بعضياتهم كيحركوا ريوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله، شدوا وجوههم شدوا وجهاتهم كيشوفوا فيها بياس ويتصنتوا التفسيرات ديالها اللي ما عندها تا وجود. هارون دابا شنو المعمول؟ انت غتمشي في اليمن وتي في اليسر، لقاكم مجموعين في قنت وحده نتفاهم معاكم، يلا زيدوا تفطروا. نادى جماعات الوقفه ونزلوا كاملين، شدوا طبلة تحط ليهم الفطور بلدي على حقو طريقو، اتاي وهارون خدا قهوه الخبز والزيت والزبده والعسل والبيض كياكلوا في صمت، مره هي تشوف فيه مره هو يشوف فيها، بدوش كيحقوا في ملامح بعضهم، وعيون الزهره ما فارقتهمش كتشوف فيهم غابرين، مره كتبتسم ليه كيحصلوا بعضياتهم. الزهرة بقاو تدوروا عليا عينيكم كي بوبريس. هارون والله يهديك. الزهرة لقاتها سبا، شفتيني كنلو حوايجي؟ لا واش بنت لك انا كنضرب الحجر؟ لا. هارون صغر عيني فيها، سبحان الله امي ما كنتيش هكا. الزهرة دابا كتعاني مالكي كنت بسلامه بحسره مصطنعه، ايه وليدي او سهري وربي وقري ودمري وكبري باش في الاخر يقول لك كنتي حمقى. هارون بقى غير من صدماته،
ما قلتش لك حمقه الوالده الزهره بن سعيد، وداك الشيء اللي كنتي باغي تقول غير حشمتي. سنة كتاكل كل مرة تشوف واحد فيهم. هارون عطاها طريف د الخبز فيه زبدة والعسل، هاكي هاكي كولي راه كيعجبك. زهرة دارتها فما كتمضغ، ايه سكت شني خبيز قلتلك بيجو. هارون ما فهمهاش. اه زهرة شربت اتاي ودوزت الضغمة، قلتلك سكتني بالخبز بنتلك بقى بيجو. هارون اصبر يا ربي، صافي خالتي اجي اجي تكملي فطورك. كانت سنة كتحزر فيها زحمة. زوري الله يرضي عليك بنيتي كتفكري فيا. هارون خرج فيها عيني ما فهم والو، السيده بحال هرب لها الفريخ. اه كان صحه سلام، فضل انه يسكت ما يقول والو باش ما يبقاوش مني منك، ولكن معاه من هو. الزهرة شك سكتي صرتي لسانك. هارون ابتسم مفقوس، نوض نهضر ونجي. الزهرة ايه تقعد 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 اجي مع من غتهضر، شي صاحبتك تاني. شو راه راه والله ما نخليك، انا ما نخليكش تزوج بشي وحده كنتي مصاحب معها. هارون وا قلتها لك 100 مره ما مصاحبش، ما عنديش صاحبه. الزهرة ايوا قعد الارض كملوا الفطور يلا نخرجوا. ولا انتهى الحديث اخيرا، كملوا فطورهم في صمت ونادوا خرجوا كيدور تما ويستكشفوا المنطقه. هارون والزهرة ديجا جاو ليها وعاودوا جاو هاد المره عارفين القنات فيها. أما سناء بحكم أول مرة ليها تبهرات من الطبيعة والملي في واحد البلاصة تجبد قوة البرد، بقات كيدورو ويصورو ويتصورو. توصل وقت الغدا رجعو للوطيل، تغداو بدجاج محمر وطلعو يديرو القيلولة كيف ما العادة. هارون في الفوتي هما في الناموسية. عاد سناء ملي مجهش النعاس وقفت حدا السرج مكطل، لفت انتباهها محيبق ديال هارون في واحد الوريضة يلا كتزهر. مشات جابت الماء وسقاتها، يلا بغا الدور لقاتو قدامها مخنزر فيها. هارون بهمس باش ما يفيقش مو، اش كديري؟ سناء حتى هي بهمس، غسقيتها ليك. هارون نعم الورده، كنهضر على الورده هي اللي سقيت. هارون خرج فيها عينيه، واش وصلك لي اختي؟ خرجت في تا عينا ومالك راه بانت لي مسكينه هكاك وسقيتها لك، قول لي غا شكرا. هارون شحال كبيتي ديال الماء؟ وراتو غرف هذا كامل. هارون مصدمة، مشى المشروع مشات التجربة. ويلي 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 والمرة كنعطيه لها بالحساب، وياك وردة ايوا صافي تنتعط الله النبتات والوريضة سير قطعها من تحت. اولا خاصك تحترمي الطبيعة، ثانيا ما كتحسيش بالوردة اللي كتجي انتي وتقطعها بعنف باش كتحسيها. سناء بعدا متصدق، اويلي انت مالك ولا سمعك يقول راك مرضع مع الطبيعة. هارون بحب، الطبيعة راها شيء مقدس خاصنا نحترموها ما نخسروهاش. سناء بقات كترمش، سبحان الله حيد حيد اخويا خليني نمشي نعس حسن ليا. هارون وي تفكر نبزة، دابا انتي ضيعتي البروجي ديالي فراسك. سناء انت جارديني؟ لا سقاي. هارون باستغراب، شنيا كيفاش سقاي؟ سناء صغير ديال جارديني زعما غتسقي. هارون لا وشنو؟ مهندس ديكور. وشنو علاقتك بالورد؟ هارون بكثرة ما كان بغي الطبيعة والهدوء اللي فيها، مرة مرة كان خسرها شي حاجة، مثلا كان دمج جوج أو ثلاثة النبتات ونشوف النتيجة اللي غيعطوني. ونجحت لي أول تجربة وليت كل شهر كندير تجربة جديدة ونبيعها للشركات الكبار مختصين في المجال ديال الطبيعة والورد، وهذا راه كان البروجي ديال هاد الشهر وسيادتكم خسرتيه. سناء بقات كترمش، سموها حتى الخاوة يلا يلا تهلا نمشي السارح. مشات دخلت للطواليت وخلات واقف، سموحات الخاوة تهلا وهادي بنت العزري. زهرة بحمس، هادي مراتك مستقبل انا وليدي غا بلاتي. داز النهار وجا الليل، القمرة مضوية في سماها والشتا كتنقط، البرد داير خدمتو على اكمل واش لي كوبل راهم لتحت معانقين ومستمتعين بداك المنظر، والعائلات مجموعين في قنيته مع ولادهم وكيتصورو. جبدات حوايجها تصبنهم دغيا مع هارون والزهرة لتحت، دخلت للدوش حطات البانيو فيه تيدو الماء وبدات كتفرك الحوايج الدخلانيين لي سو فيتمون. تسمعت التليفون ديالها كيسون ومشات تجاوب، خليها داك الشيء محطوط. سناء الو المتصل لا رد فقط كيتنفس. سناء باستغراب، والو شكون معايا؟ لا رد مره اخرى غير صوت ديال الانفاس. سناء بدات كتنرفز، وحنش بوسكا غجاوب ولا جاوبي. اسامه تفو وخلينا نتقمص الدور. سناء اين هدور؟ كندرب ملي نتخاصم مع صاحبتي ونكون ندمان توني على بريفي ونبقى غير كنتنفس. تقنتو ياك؟ سناء زمرتيه اش باغي؟ امك اللي بغاتك راكي شديه. سعاد طلق طلقه يا ناري درك تقادي ليا الدريهمات. سناء الو ماما
بنيتي بخير، كي وصلتي مع الطياره؟ سهنات شيش من طياره راه تقولبس سعدة. ويلي شوقع لك؟ اجي اجي نعاود لك. جلست تما وبدات كتعاود ليها. فداك الحين دخل هارون قاها من غامزه في الحديث، وقف شويه كيتصنت لداكشي اللي وقع، وبدا كيضحك بينه وبين نفسه وكمل طريقه للحمام. لمح انتباهه البانيو في الارض مرغوي بزاف، والفضول جاه خلاه بغي يدخل يديه يشوف اش كاين. معجبدها بقى كيرمش في دو بياس، بدا كيدورهم في يديه متعجب منهم. يلا بغي يرجعهم يدخل سناء. سناء بصدمه، اش كديري ويلي؟ هارون وسع في عيني. ما تفهمينيش غلط، غير بغيت نشوف اش في البانيو. خنزرات فيه، مالك اخويا فك الفضول، مالك دخل في ممتلكاتي؟ هارون خنزر سهوا، عندك الطبقي راه غير حب استطلاع وصافي. بدات كتقرب خطوه وتوقف. بنت لك انا جالسه لهي، والبانيو هنا فيه تيد، اذا في داكشي خاصني انا، اذا ما عندك لاش قلبه. هارون هز حاجه ونزل الاخر. اصلا راه مغابونش، كنت مغشوش فيك. سلا كنتي مغشوش فيا؟ صغرت في عينها. العشير ضرب عليا خد زناتي وانا مفراسيش، اصلا ماشي سوق كنكون دايره البونش ولا ما نديروش. اش مشالك؟ هارون نزل لمستواها، بغا غير يتفك منها، قرر يقلبها عليها ويستفزها. كتعصار فرات مسلوطه. سناء مرضاش، بزاف عليك تنكون مسلوطه، واصلا انا عاجبني راسي هكاك. هارون بطلت مسكينه. والله الا حشومه. سناء عصبها ولعب عليها على اعصابها، نيت هي اصلا معقده من لافون ديالها. مع راسها وزاد هو كمل عليها. سناء وانت سوقك نديها في جهه دارك، واصلا بقات في الفورمه ولا في الزعتر، ربقات في القلب وفي العقل وفي الداخل ديال بنادم كي داير. هارون هز راسو الفوق كيضحك من نيتو، ضحكاتو بهاد الكلمات ديالها، عجباتها وضحكتو وجات على الكانا. كانت غاتها الساعه سكت كيشوف فيها مبتسم. هارون بجديه مع ابتسامه حنينه، ثقي بيا داكشي ما كيهمش. الراجل ديال بصح كيهمو الاخلاق ديال مراته وثقافتها، كيبغي مرا اللي توقف معاه في وقت الحزه قبل الفرح، فقط الحزن والشدة اللي يفكر فيه وفرحته. بصح كاين شي حوايج كيكونوا مهمين، ولكن هادو ما اساسيات الزواج. كاين اللي كتلقايها طايح وتاه وزوينه وكتعرف تلبس ومغنيه في راسها، ولكن المزوق من برا شخبارك من الداخل، كتلقايه مكلخه وما عندهاش ولا ذره ديال الثقافه. غمزها محاول يحيد نمط الجديه، وعن نفسي انا باغي شريكة حياتي تكون بحال هكا. سناء زنقات، سير في حالك قليل الادب. هارون وانتي بزاف كاع بكلامه خلاها كتيق في راسها، وفكره انها عاديه انها تكون هكذا عطاتها طاقه ايجابيه. زادت خطوه اخرى عنده باش تاخد هذوك دو بياس ديالها اللي بقاو في يديه. يلا مدات يديها ليه مزلقات، تقلات عليه ترجع معها اللور وتشبحو في الارض. تزامن وقعهم مع شكون؟ مع دخول لاله الزهره اللي وسعت عينيها فيهم. من اللور كيبانو بحال معانقين وملاقين شفايفهم. اوين على المساخين. هارون وسناء ما تفهميش غلط، الزهرة استغفر الله شهاد المنكر. يلا حطت يديها بزوج على الارض باش توقف بدون قصد منه، بغير يدفعها من عليه صدق شادها من صدرها. تلفتات عنده مخرج عينها، عاودت زلقات بها رجليها تصدقات خابطه للمنطقه المعلومه. وسع عينيه كثر وزير على نفسه، تقصح بالجهد ودغيا طلعت ليه بسنيكه. سناء كترمش، والله ما درتها بالعاني. هارون كيدفع باش يتكحز عليها، ونطق بزاف تقعدي. تركبات بلاصتها نحتات في الارض، عاد ناضت كتسوس حوايجها. اما هو ما قدر لا ينوض لا والو، بقى مغمض عينيه ومزير بيديه على المركز. الزهرة ويلي على المسخوطة، ويلي ويلي ويلي، وشكون غايقول لي جدة؟ سناء هو اللي جبدني. الزهرة لي عازة بقرصة، وراه غنقرب لك مال واش دار لك قرصك، شراك خبطت لي حفايدي يا ويلي ويلي، ولا غنترزف ولاد ولادي. سناء استسمح. الزهرة اصلا نتوما اش كنتو كديرو؟ كنتو كديرو في المنكر وحصلتكم. سناء والله ما كنا كنديرو شي حاجة، وهادي المرة الثانية اللي حصلتكم، الاولى عسيلة والثانية سمينة والثالثة شرعت بيها. اطونسيو هادوك، يلا تقعد تورا الما برا كمد بيه، راه المرة الما بارد ليه تزيدي قدامي. يلا نفذوا كلامها كيف ما بغات. بعد دقائق طلعوا ليهم العشاء، تعشاو مجموعين وكل شاد بلاصتو. بزوج بيهم بقاو فايقين كيشوفوا وجهة السرجم وساهين، كل واحد فيهم عنده هم وعنده فرح وعنده حزن. وسط تفكيرهم العميق مشاغل الدنيا ومشاكلها، هي كتزور تفكيره وهو سلطان تفكيرها.
تسمات عدى طرف لسانها وهي كتفكر في مواقفهم المحرجة، في حديثهم، لقاءاتهم، والأهم حواراتهم القصيرة. غمضت عينها ونسات، متمنية نهار آخر زوين بطاقة إيجابية، في حين هو دار على ظهره كيشوف سقف وابتسم ملي تفكر جملتها: وانت سوقك ديها في جهة دارك، وأصلا بقات في كذا وكذا وكذا وكذا. مهم، تلفت جهتها، الضوء ديال القمر ظهر فيها، بنت ليه ناعسة فراحة، بقى حاضر حتى غفى بلا ما يحس. الشمس كتطلع والنجوم كتغيب، والصغير كيكبر والكبير كيشيب، صباح جديد، أحداث جديدة. حلات عينها كترمش بشوية مع الضوء ديال الشمس اللي زينات سما وسط الغيوم. بنت ليها الزهرة باقة مسكية وشادة تسبيح، دورت راسها للجهة الأخرى وشافته، فوقية بيضاء عكسات السمورية ديالو والجسم ديالو رياضي، لحيتو مازال كانت منفازقة كيصلي بخشوع. فلتت لها ابتسامة حنينة وردت هي، هزات لبسة أخرى بالصورة ودخلت للدوش. دقائق خرجات مبدلة ومشات هزات قاشر لبساتهم، قاتو سالا كيسلم هز راسو شاف وتلقاو عينيهم، ابتسموا لبعضهم. بدات عينها مزنقة ملي تفكرات موقفهم من البارح، حضر راسو كيضحك حتى هو نهض، والزهرة في القنت كتشوف مغبرين وكتضحك. الزهرة الله يتقبل، هارون جابت لها راسها، آمين. سناء الله يقبل، هارون تحرك جهتها، آمين. وطولها سناء شافته جاي جهتها وصات عينها، مشات كتزرب الطواليت، كان جاي غيقول لها راه قلبات الصيف ديال القميجة، الساعة هي طارت من حداه. ضحك ومشى هز الفون وخرج. خرجت سناء ملي سمعت الباب تسد، الزهرة مالك هربتي؟ سناء لا والو، تزيرت ومشيت. الزهرة ميقات فيها، وباص نص ساعة وانتي في الطواليت وما درتيش بيبي، تا شفتي هارون جاي جهتك عاد حبساتك. سناء صغرت في عينيها، دابا قول لي يا مالكي في شكل هاد النهار؟ الزهرة كدور في عينيها، مالكي جيتك؟ واه ما عرفت، شوفي انتي. الزهرة خنزرات فيها، وبقاي غير حاضية انتي. سناء اجي فين راجلك؟ الزهرة ابتسمت بحزن، مات الله يرحمه ملي كان في عمر هارون 20 عام. سنة وشحال باش مات دابا؟ الزهرة بدات كتحسب، عام عامين ربعة ستة تمنية 11، دابا هارون عنده 31 عام. سنة 11 عام باش مات، الله يرحمه ويجعل متواه الجنة. الزهرة آمين. سنة بفطور، واش كان مريض ولا غموت الله؟ الزهرة بأسى، وفاش فكرتيني كنت شوفي وليدي مسيكين ديك الوقيته، كان مازال كي يخرج ويضحك مع صحابو، وخا كان صلاقيط كل مرة وحدة كان قراي ديما جايب النقطة مخيا. بقى نعقل ديك الليلة تخاصمو على طوموبيل، قال ليه هارون خليها ليا باغي نمشي مع صحابي ندوزو العطلة، وباه ما بغاش، خرج واحد ساعتين ورجع عندو، كان يلا بغا ينعس ويفيقو، نفخ عليه في الأول، ولكن هارون ما خلاش من جهدو وطلب السماحة، عنقو بس ليه راسو فرحان حيت صالح نعباه. وتا هو قال ليه الطوموبيل غنعطيها الكاد وخاصك تنجح في 16، بغا يطير بالفرحة. عنق باه وقال لي سير جيب ليا نشرب. مشى هارون وانا رجعت للكوزينه تسخن ليه شاه، جابس ليا راسي والخد الماء، مشى عنده شويه سمعتو غوت، ضرني قلبي وطلعت كنترحد، وباليا صالح الله يرحمها صبحو تيشهد صدمت، مشيت حداه كنبكي ونوح ما مسكين هو ضاحك في وجهنا. هارون بغي حماق، اول مره نشوف ولدي كيبكي لديك الدرجه، بكى وجدب حبس راسو في البيت شهر بزز كياكل بزز كيدوش بحال كسائب، ولكن الحمد لله. وبديت نطلق ليه القرآن والرقية تا ورجع كي كان 6 شهور هو مدمر، عاد رجع لقرايته واجتهد كتر وكتر، وهزني وهز ختو، وبعدا كانت الخلصة ديال التقاعد مع ونانا، مبقى شي 3 سنين تا تقبل في واحد الشركة، نهار على نهار كيزيد يتشهر بخدمته اللي ما فيهاش تخلويط، تا دار شركة صغيرة ديالو وكبرها كيما بغا. يوم من بعد دخل في هادشي ديال الجردة والنباتات، الحمد لله احنا عايشين. سناء هز عليها، الحمد لله على كل حال. والزهرة ونعم بالله. سناء يا والله يسهل على الجميع. الزهرة امين. بقاو ساكتين، سناء ما عرفت ما تقول، والزهرة متأثرة شافت تعيات بغات تبدل عليها الجو. سناء ما فكرتيش تزوجي تاني؟ شافت فيها نص عين لا. سناء بدات كتنوز على ويلي كون ما تزوجتي شوف شي واحد باقي جاي شاد في راسو تعيشي وانتي ويا لافيون اوغوز. الزهرة قرصة الله يقل حياك ما تحشميش. سناء بدات كضحك، وحشومة راه مرت الشيطان. الزهرة نوضي نوضي الله يمسخك.
ومالكي زوجي شي واحد يكون باقي صحيح شي 50 رياضي. الزهرة زاد صندالتها، يا الخان زاد تعب وقنوطي وضمح ليها الماسخة سنة. غدا ضحكات تهدني تهدني. كتات حداه جبدات التليفون كتوريها تصاور طوني محفوظ في الانستا، شوفي هذا شحال تيتيز. الزهرة على نيتها، ايه على مزيناته وليد سناء فين تبارك الله، شوفي غاويناتو. ايه صاحبك هذا سناء تلقات عليها، ايه بغى يخطبني ولكن مازال كنخمم واش نقبل به ولا لا. عاوزات فيها الزهرة فما ما يلقش ليك، شوفي كي داير عيني كي مش نضم اللي الغات شرب يطيح منك النص. سناء يطلقها بضحكة. كنضحك معاك، ما كنعرفو ما كيعرفني واصلا ماشي مغربي. الزهرة جراتها من شعرها، تقعدي من حدايا من الجومة الاخرى حيدي. الزهرة جراتها من شعرها تقعدي، بقات كضحك جلسات في الارض ما قدرتش تنوض بالضحك. تبدات كضحك الزهرة حتى هي، حل الباب ودخل عندهم مبتسم عجبو الحال وهكا يشوف فيهم كيفاش منسجمين. ناضو كاملين ونزلو كيفطرو وهكا كملو نهارهم وباقي ايامهم كياكلو مجموعين وينحسو مجموعين. العلاقة بين هارون وسناء ولات بدون حدود شيئا ما، اغلب الوقت كيدوزوه بجوج كل مرة فاش كيهضرو. والزهرة فرحانة من انسجامهم، مرة يتصاطحوا في موقف محرج بالأخص ملي كتصوني الغطفة لسناء وتكون دايرة الهوت باغلو، لكن الله يعطيك صحتك. هاد الأخيرة اللي تصاحبات مع الزهرة خداو النماريد بعضهم وكيتجمعوا بالسوايع. داز الأيام بسرعة البرق، هو صباح جديد أحداث جديدة كالعادة. واقفة كطوي حوايجها وساكتة، ما سخاتش لا بالبلاصة ولا بهارون والزهرة اللي كل مرة شادة فيها وكدير الدور فيها سايرها. خرج من الدوش كينشف وجهه، شاف فيها بهدوء كيفاش ساكتة ومقلقة ما موالفاش لها هكا. ولف الضحك كل هضرة بزاف من طرفها من طرفها، هو اللي كان كيبغي الهدوء ولات كتعجبو الفوضى اللي فيها. ولف ما يناسل ثلاثة دليل حيت لا هي ولا مو كيسكتو. قرب حداها بشوية وطلع لها، مال الشعلة ساكتة تصبح سناء بزاف عليك. هارون غادية اليوم سناء عاد على شن نفسه من الداخل. عطيني نمرتك نمرتك سناء ابن الصين. نمرتي يا خويا ما كنعطيهاش، بغيتي شي حاجة مشي لدارنا. هارون بجدية، عطاها ليا باش ملي يكون جاي لداركم صوني لك تنعتي ليا. سناء عند بالها غا ضحك، فاش تكون جاي جي معاك بوكي كبير د الورد بيض وحمر وكيكات الشوكولاط وداك القلب اللي فيه الشوكولاط صغار يكونوا بلوماغين، وعاد ديك الساعة شوف واش نقبل ولا لا. هارون هز حاجب، ياك سناء ويلا قبل ديك الساعة نتفاهمو على الخطبة والعرس. هارون ايه ما قلتيه. سناء ومالك على دوك الشوفات اخويا. هاري هاري نمر هاري هاري وكان هاري. سناء قيد 0 6 36 6. هارون وارجع لاش من 6 6. سناء زي ما 66. هارون موش معرفاش 66 في فرنسي. سناء لا. هارون بدا كيبتسم، مال ما كتشوف ليا هكا واصلا ماشي ما عارفاهاش راه غير كتنسى ليا. هارون 66 الكالاغ. سناء وراني عارفاها ما علينا زيد نفطرو. هارون اري اري تليفونك بيضا. حتى سواليه محلول تقيدها وصل ليها، طلعت نمرسو عندها اجوطها بهارون ودار حدها قلب عاد رجعو ليها مبتسم. هارون حط الفوطه وزاد قدامها، يلا زيد نفطرو دابا. سدات الصمتة ديال الصندالة العالية وكالعادة يلا خطات خطوة تعكلات مع الزربية، تخبطات معاه ومعاه جاتو على غفلة مع شد مشدش التوازن وطاح وجا الضو فوق ظهرو. هارون والله ينعل طاسيلتك وانتي شدي راسك الزمر، يتقرفضو تغوتش عليا وزايدون تا اللي جيتي قدامي مالي سوقي. هارون وصافي هنينا وتقعدي يلا تقعدات جالسة يلا بعد تهدر. دخلات الزهرة اللي كانت شادة الفون كتهدر ضاحكة، غا شافتهم هكاك وهو مسكي على كشوية جالسة فوق ظهرو تكواسات براسها. سناء والله ما داكشي اللي في بالك خالتي. هارون لا غطحنا حق سيدي ربي. الزهرة يا ربي اش هاد الصلاة كتسلطو عليا. رجعت جوج خطوات للور مصدومة، جمعوا الوقفة بزوج وتبعوها. سناء وهارون خالتي مي تسني غير نشرحو ليك. الركاب شدو بلايصهم نزلت تاهي هازة ساكها، وهارون وراها هاز لافاليز داخل نيشان الكار. قفات حبسة البكية، ما كرهتش تبقى ولكن خدمتها وعائلتها. تلحت على الزهرة مع النقاب حرارة تاهي بدلاتها العناق مبتسمة. سناء غنتوحشك يا خالتي والله. الزهرة تاني يا بنتي بصحت ليها على شعرها، الله يرضيه عليك ويكملك بعقلك. امين.
جاتنا شي مرة هافك حين مرسي عندك غنصوني ليا وانا لهاد لكم الدار. الزهرة وسعد ابتسام ايه ضروري غنجي وغنتسناك. يلا خالتي راه الكار غيتحرك عنقاتها سناء. يلا تهلاي في راسك يا خالتي وغاجي نقلب لك على راجل بوكس. الزهرة والله يمسخك قف عليهم ابتسام مد لها يديه وبهدلاتو السلام تشرفت بمعرفتك. سناء تزنقات حتى انا هارون بسلامة ردي البال راسك. سناء بحياة سانسة تهلا في راسك بقاو شادين يدين بعضهم وكيشوفو بعضهم تاك حبات الزهرة المرة الأولى المرة الثانية الثالثة تحت فيهم ما تحرك حتى اللي يعاتهم بزوج. الزهرة يا الله يمسخكم هاشي هاد الشمس ديرو جاتا حلات عويناتها مغوشة دارت الجهة الأخرى كترمبش وتعاود تسدهم فجأة حلاتهم على جهتهم وهي كتشوف الغدفة وسعاد وملكة واقفين عليها. سنة وصبحنا على الله انتما مالكم. سعاد تقعد يا بنتي راه دارت وحشاتك. سنة نوض نبوسها مثلا. سعاد لا غتنوض تجي فيها الغدفة شوفي لالياتك كينوضو مع السبعة ويخملو ويسيقو تي باقا خامرة. ملكة كتاكل في الزريعة كالعادة نوضي نوضي واش دينا غير حليوات. سنة سيري بعدي مني سيري عصبوها تجمعو عليها كاملين كل وحدة تهضر من جهة. سنة ونال على عائلة حيدو عليا بعد كتخبط دخلت للطواليت قضات تخربيقة وخرجت لقاتهم قدام الباب استغربات وقفات عليهم. سنة نتوما مالكم. سعاد دوزي يا بنيتي جفي الدار وصايبين لنا الحليوات راه جايين عندنا الضياف عزاز عليك. سنة انا اليوم خدامة. سعاد غتهضري مع سيمو بلاصيك هاد النهار وغدوزي هنينا. سنة دو السيمانة مسافرة وملي رجعت 3 ايام تاني واه بزاف. مالكة غاليوم بنيتي وصافي. سنة تدمر وشقاها من سعدي هنا جمعت شاكاكتها ودارت الكيس في ودنيا ودخلت الكوزينة وجدات كيكة شوكولاط ودارتها تبرد عاد دات كتجفف عاد مشات للصالون وغسلت الطواليت. اما العيالات دخلوا الكوزينة وتحزموا وحدة كتصايب دواز اتاي والاخرى نصبات الغدا دات كتوجد مستلزمات العشاء. اما الغدفة راه في القنت كتكيف وشدة جمعة في التليفون. وصلت لوحدة ونص جمعوا يتغداو كل واحد قصد شغلو فاش سالاو طلعت سناء دوشات ولبسات بيجامة بيتية سروال وتيشيرت طويل قريب لركابها. مع نزلت تسمع الدقان في الباب حل أسامة ودخلت الغطفة كتفرنس. سناء جيتي ولا جابوك؟ الغطفة تجيك في الراس زيدو زيدو دخلوا مرحبا بكم. حلت فمها مصدومة من اللي لمحاتهم هارون والزهرة. دخلت كتفرنس هي وشادة بلاطو فيه قفيتين زرق وشربيل وغورميت. عاد هارون هاز في يديه بوكيت فلوغ كيف ما وصفاتو وصاشي فيها الحليب والتمر وقلب فيه الشوكولات مغلف بالزرق. سناء بصدمة والله إلا دارها بصح لاش جيتي؟ هارون تزوج بيك. سناء ويلي ولا ما قبلت؟ الغدفة فاتها غنجمعك في كارطون ونصيفطك ليه. فاتح وحدي راسك لا تعطيني مرتك لشي واحد سمينة كاملة واحد المشرمة الكيسان ويقول لي كيديرها حبي. غدفة قرصاتو تسكت على إيقاعات الشعبي صلاة وسلام على رسول الله. جالسة سناء فوق العمارية كتفرنس قدام هارون كيضحك كيشير لين لسا هو والعائلة زاهين الوقت عامرة باش طيح ورديح. حطوها قدامها البلاصة بصلاة وسلام بقى شوية جالسة ودخلها تبدل تبدلت الموسيقى والضرب وحطوا العشاء وخرجت هي وهارون شابكين يديهم بداو يدورو على الناس ويرحبوا بيهم توصلت طبلة عائلتها. سناء بهمس وسامة أرى هذيك الكبيدة. هارون على الشيطان. سناء نبقى بالجوع خويا. هارون وانا غيسالي الناس وغندخلو ناكلو واخا ماما اعطيني دغيا ما عافاك. سعاد سير 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 الله يسهل سير. هارون بدا كيجر فيها وزيدي كلشي حاضينا. سناء يشوفو العمى تما تغدا معاه تفو ياكلو جنابهم يلا كملو الدورة ورجعو لبلاصتهم. شوية عاد دخلو يبدلو ثاني لاخر لبسة خرجت عنده بالكسوة البيضاء مكياج خفيف مناسب ملامحة وتاج في الضيكة يلمع بساسم بحب هو كيشوف فيها. وصلت وقرب بس لها جبينها هارون الله يرضي عليك ابتسمت بخجل ودخلت يديها في دراعه. عاد كملوا طريقهم لوسط القاعة أغنية رومانسية مزينة الجو اللي جمعهم قطعوا الكيك وكلوا بعضهم تحت تصفيقات وزغاريد الناس ورجعوا لبلايصهم كيتصوروا مع العائلة. بزز صبرت زاد نص ساعة وساعة وناض هزو مشى خارج بها عنقات وكتضحك كتشير ليهم وكتصيفط ليهم في البوسات حتى في اللوطو كثيرة. سناء فين غادين؟ هارون للدار. سناء دار امي ولا امك؟ هارون داري ودارك ودار امي.
وهكذا انطلقوا كملوا طريقهم منزلهم المستقبلي اللي فيه غادي يكملوا قصص حبهم ومسؤولية جديدة مخلين وراهم في القلعة الغطفة والزهرة محيحين بالشطح. وأسامة خوها كيغوت وأزوجونا. كانت هذه هي القصة ديال اليوم. سمحوا لي كان نحكي القصة وأنا كنضحك لأنها كانت كتضحكني وما قدرتش نحبس راسي وما حيدتش هذوك المقاطع ديال الضحك. إوا بدلنا شوية الروتين ديال القصص. القصة اللي كانت البارح والبارح كان فيها شوية الحزن والدراما، بغينا نبدلو شوية الجو ونضحكوا شوية. تتكتبوا لي كي جاتكم القصة، واش ضحكتوا فيها حسن سومة ولا لا. و ان شاء الله نتلاقاو مع قصه اخرى جديده. بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق حتى شنو بغيتوا في القصه الماجيه، كيفاش بغيتوها تكون، التوقعات ديالكم ليها، كيفاش قربوني من اكثر من الرغبات ديالكم في القصص، من شنو كيفاش القصه بغيتوها تكون كقصه اجمالا للابطال اللي فيها، باش نحاول اني ندير لكم الانواع ديال القصص اللي كنبداكم. نتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. في امان الله وحفظه.